Energy. We wanted to create a platform that has both adaptation and mitigation خاصة بالمشروعات التخفيف والتكيف وكذلك التمويل الخاص بالقطاع الخاص في هذا الإطار. وأيضا لدينا المقاربة التي تسمى نوفي، مبادرة نوفي، وكما ذكر زميلي ومفترض أن تكون مرتبطة بشكل خاص بعملية التنفيذ، وأن نشارك من خلال خبرات كل الدول. ومن خلال كوب 27 استطعنا أن نؤمن التمويل الخاص بهذا المشروعات، وأن يكون هناك تمويل ابتكاري ويشمل العديد من الأشكال المختلفة، وتشمل أيضا المحافظات وال الدول التي ترغب. لدينا نوفي ونوفي بلس، وهي خاصة بمسألة النقل الحضري، وهي تسعى لحشد التمويل الخاص ومن خلال الشركاء. المبادرة الهامة الخاصة أخرى هي مبادرة رئاسة كوب 27، وهي كتاب الإرشادات الخاص بكوب 27، وأصدرنا هذا الكتاب في نوفمبر، في 9 نوفمبر، في يوم التمويل. وهذا عمل جماعي من كل أصحاب المصلحة والجهات المختلفة والقطاع الخاص والبنوك، وأدعوكم أن تنظروا على هذا الكتاب بالتفصيل، لأنه يظهر بالتفصيل كيف يمكن أن نحقق التمويل وكيف أن تكون هناك أدوات تؤهل إلى الوصول للاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص وكل أصحاب المصلحة الذين لديهم مسؤولية هنا، ويشمل ذلك أيضا الحكومات. وهذا هو الإطار التنظيمي. هذا الكتاب متاح، ومن خلال الكيو آر كود يمكنكم الحصول عليه، وسوف يتم نشر المعلومات الخاصة بهذا الكتاب عبر 12 شهرا القادمة، والخطوات المطلوبة للوصول إلى التمويل. هذه هي الخطوات التي قامت بها الإدارة المصرية. وننتقل إلى موضوع اليوم، ونيابة عن زميلي الوزير عاصم الجزار، حضرات السادة الوزراء و أعضاء الوفود. وفي نهاية هذا الاجتماع أود أن أشكركم جميعا على استجابتكم للدعوة وعلى مشاركتكم الثرية، وأقدر مجهوداتكم التي بذلت منذ المنتدى الخاص بالتحضر، وكذلك ورش العمل الاستشارية التي كانت في شهر يوليو في القاهرة، والتي استهدفت الوصول إلى مبادرات. وندعوكم جميعا أن تستمروا في نفس التعاون الذي يشمل كل أصحاب المصلحة الذين يمثلون كل القطاعات، وأن تتقدموا الأمام. ونتوقع منكم الكثير، وكذلك من الحكومات المحلية وأعضاء البرلمان والمجتمع المدني والهيئات المرتبطة بالشباب والنساء و رواد الأعمال. وفي نهاية هذا الاجتماع الوزاري الذي فإن انعقاده في حد ذاته يعني وجود إرادة سياسية لبلادنا أن يكون هناك أولوية للقضية الخاصة بالعمران في مواجهة التغير المناخي، ونحن ندعو للمزيد من التعاون الدولي الذي يشمل أصحاب المصلحة، وأن يكون هناك العمل الخاص بدعم أهداف اتفاقية باريس. وكما رأينا اليوم، فإن الأمر الأساسي بالنسبة لنا لدينا حالة طارئة وملحة، ولدينا قضايا مشتركة نستطيع أن نعمل معها جميعا وبشكل متسق، ويمكن أن نجد الطريق للأمام للمبادرة الثالثة، وأن يكون لدينا موضوعات أساسية تشمل الآتي: أولا، زيادة التكامل الخاص بالعمل المناخي الحضري ومساهمته. ثانيا، تقوية الالتزامات والأعمال الخاصة بالحكومات المحلية في مواجهة التغير المناخي. ثالثا، بناء على الإجراءات والنتائج الخاصة بIPCC، والتأكيد على أن كل الأنشطة قد تم تفعيلها وأن هناك فهما فنيا. ورابعا، معالجة نقص الوصول إلى التمويل وكذلك العدالة. وهنا لدينا الكتيب الخاص بشرم الشيخ حول التمويل العادل، وكذلك الحصول على العمل التمويل الخاص والذي يشمل المجتمعات المحلية باعتبارها مقاربة أساسية لتنفيذ اتفاقية باريس، وكذلك أن يكون هناك
عمل مناخي مرتبط بكل الحكومات، وهذا يؤكد على التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالمبادرة الثالثة باعتبارها ركيزة للاجتماعات الكوب القادمة التي سيتم عقدها في المستقبل. وبالطبع هيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نشكر رئاسة كوب 27 المصرية لانعقاد هذا الاجتماع، وندعو كل المشاركين أن يلتزموا بتقديم الدعم لدولة الإمارات العربية التي سترأس الدورة 28 لكوب. وفي السياق المرتبط فإننا في هذا الاجتماع الوزاري الخاص ندعوكم لحضور الاجتماع الوزاري الخاص بالهيئات العمرانية واستضافة هذا الاجتماع، سوف تكون في مصر في عام 2024، ونرحب بمشاركة كل الأطراف. السيدات والسادة، هذه الجلسة الختامية هي نقطة البداية للحوار حول المبادرة الدولية. أود أن أشجعكم على إدماج وزارتكم وحكومتكم في هذه المبادرات، وأدعوكم أن تشتركوا في هذا العمل الجماعي حتى نحصل على خطوات عملية نحو تطوير الخطط ومجموعات العمل التي تحقق روح التعاون والإرادة الجيدة لتحقيق مسؤوليتنا نحو الأجيال القادمة ومعنا نحو التنفيذ. وشكرا جزيلا.